السلام عليكم، حياكم الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونون طيبين. عندي لكم قصة قصيرة اليوم، واحدة قالتها لي وإن شاء الله واحد يستفيد منها. بس أنا حاطة في بالي 100% إن أقل شيء ربع المتابعين على طول بلصقونا بيقولون هذه أنت، هذه حياتك، أكيد إن أنت ما تتأثرين إلا هي قصتك. صدقيني والله اللي كتبت أو اللي كتب لما أقرأ أضحك بعض الأحيان، وبعض الأحيان أتنرفز، بعض الأحيان يستفزني وأرد بسرعة، وبعدين أقول لا خليهم يقولون اللي يبغون، خليهم يقولون، يعني إذا قالوا صدق هو. فيعني حطوا ببالكم مستحيل إني أنا بقول قصة عن حياتي وما أقول هي أنا، مستحيل. لما صار بناتي قلت لكم أنا حصلت لي، لكن قصص الناس ما أتبلع نفسي أقول هذه قصتي. يعني ذكرت 3 قصص كل واحدة تقول هذه أنتي، يعني مستحيل إن أنا، يعني بسم الله علي، يعني لا والله بسم الله علي، يا رب يحفظنا، يا رب يحفظكم. المهم القصة هذه القصيرة، طبعا هي جزء واحد ما راح أقسمها عشانها قصيرة. واحدة من البنات أرسلت لي تقول بعد ما سمعت القصص اللي تقولينها، تقول بقول لك قصتي. تقول أنا عندي صديقة، تقول كنت أعتبرها الصديقة المقربة، تقول كنا ندرس مع بعض بالمتوسط والثانوي، تقول حتى الجامعة دخلنا جامعة نفسها والتخصص نفسه بس عشان أكون قريبة منها وتكون قريبة مني. تقول درجة كل من شافنا قال عنا توائم، تقول رغم أننا ما نتشابه بس من كثر ما يشوفونا مع بعض. تقول مرة أخوي قال لأمي أنا ودي أتزوج، دوري لي عروس. تقول أنا من الحماس تحمست وقلت لأمي وش رايك بصديقتي فلانة؟ تقول أنا أصلا نبيها تكون قريبة مني ويعني وأقرب من صديقة. تقول بأمها الأم قالت خلاص، وطبعا أخذها موعد وراحوا شافوا العروس، شافوا البنت وشافت أهلها، وبعدين الأخ شافها وعجبته وتمت الخطبة. تقول بعدها بكم يوم قابلت واحدة من صديقاتي غير هذه، تقول علمتها قلت أبشرك خطبنا لأخوي فلانة، هاي صديقتي وأنا مبسوطة إن خطبها. تقول صديقتي هذه الثانية تقول تفاجأت، قالت لها أنا ضد إنك تزوجين أخوك صديقتك. قالت ليش؟ بالعكس أنا مبسوطة بقريبة مني. قالت راح تندمين بعدين، تتذكرين كلامي وبتندمين. قالت لا، وهي تقول أنا ببالي لا بالعكس، إيش الكلام اللي تقوله؟ بالعكس هذه صديقتي ومرت أخوي، يعني بتصير أقرب من أي أحد ثاني. تقول بعدها تزوج أخوها. تقول كانوا ما شاء الله يعني كويسين الشهر الأول الشهر الثاني. تقول مع الشهر الثالث بدأت المشاكل بينهم، تقول كل واحد منهم بيفرض شخصيته على الثاني، يعني كلهم أقوياء. تقول صديقتي هذه مرت أخوي ما عجبها هذا الشيء، وتقول تتهاوش مع أخوي كل شوي. تقول لدرجة أن أخوي طفش وقام كلمني قال كله منك أنت. تقول صار يهاوشني كله منك، أنت اللي مقويتها علي، أنت معلمتها عيوبي وقاعدة هي تضغط علي. تقول هاوشني، تقول أنا تفاجأت من أخوي، قلت لها أنا ما قلت لها شيء، كيف أنت أخوي قبل ما تكون هي زوجتي وقبل ما تكون صديقتي كيف أروح أقويها عليك؟ تقول أخوي ما صدقني بس يهاوشني كله منك، أنت السبب. تقول خلاص ساءت العلاقة بيني وبين أخوي. تقول صار أخوي ما يكلمني، يقول لها أخوها أنت اللي قاعدة تعطين هالكلام وتقولي لها خذي حقوقك من أخوي وسوي وافعلي، وترى أخوي فيه كذا ونقطة ضعفه كذا. تقول أنا مرة يعني زعل علي أخوي، تقول أنا مرة تأثرت. تقول بعدها أخوي كلم أبو البنت هذه أبو زوجته وقال ترى بنتك كذا صديقاتها يمشنا. تقول ما أدري يقصدني ولا يقصد أحد ثاني. تقول وقال الزوج لأبو البنت بنتك ما تقوم بحقوقه، يعني يا طالعة مع صديقاتها يا مهملة إن البيت ما تطبخ، يعني تعرفون عاد الشباب والمشاكل اللي يسوونها البنات والأولاد. وتقول مرة خلاص الأب زعل على بنته، قال للزوج لأبو البنت خلي بنتك تقطع علاقتها بصديقاتها لن يتعدى الحالة. تقول أبوها كلمها وهوشها وقال لها اقطعي علاقتك بصديقاتك وبلكيهم ما عاد تواصلين معهم، خليك ببيتك وزوجك. وأجبرها أبوها قال إذا ما قطعت علاقتك ترى أنا يعني ما رح أرضى عليك، يعني بزعل عليك. تقول بلكت صديقاتها وبلكتني. تقول عد زادت، يعني تقول ليتها وقفت المشاكل، تقول بالعكس زادت، صارت مرت أخوي حاقدة علي وأخوي زعلان علي. تقول صارت كلها على راسي.
تقول كبرت المشاكل لين انفصلوا وتطلقوا من بعض. تقول المشكلة الحين خلاص يعني نصيبهم، بس أخوي للآن ما يكلمني. تقول قطع، تخيل تقول لي كم شهر أخوي ما يكلمني وزعلان علي. تقول أنا مرة متأثرة، تقول ليش أخوي شك فيني وليش قاطع فيني ما يكلمني. تقول تندمت، تقول والله أنت ندمت ندم عميق، تذكرت كلام صديقتي اللي قالت لي راح تندمين. تقول فعلا، تقول أنا ندمت شد الندم أني ما سمعت كلام صديقتي الثانية اللي يعني نبهتني. تقول لا أنا ما توقعت أني بصير كذا. تقول الله يرضى عليك، قولي يعني متابعينك إذا أحد بيخطب ينتبه لا يغلط غلطتي، لا يغلط غلطتي. وبس سلامتكم، والله إن شاء الله يصلح حالها هي وأخوها يا رب، ويرزق أخوها الزوجة الصالحة، ويرزق زوجته وطليقته الزوجة الصالح، وسلامتكم. عاد أشوف أحد يرسل لي يقول هذه أنت، هذا أخوك، هذا مرته، خليني أشوف أحد أعطيه حظر على طول.